سيدي الرئيس اعتذر على ما صرحت به وان هناك وفاق. المشكلة أنه فصل السبعة جاب الحكومة وخرج من لجنة التشريع العام أنه يمنع معناتها أنه يكون متحزب انتماء حزبي. الانتماء الحزبي يعني الانخراط أو النشاط الفعلي في حزب معين. لخيان جاءوا في آخر وقت سواء كان كتلة حركة النهضة أو كتلة نهضة تونس الاثنين اقترحوا ينحي إلغاء هذا الشرط. النهضة قالت نحيه تماما والنداء قال لا يكفي انه كي نهار تقدم الترشح نتاعو يقدم استقالته من الحزب. معناتها حكايه معناتها المبدا الفكره نتاع تحزب المحكمه الدستوريه اللي هو يخوف ياسر مشكلة التحزب تخوف ياسر حبوا ينحيوه. دونك احنا جينا ضد بالطبيعه لانه المساله اختياريه ياسر. بعد ثلاث ايام واحنا نناقشوا في الموضوع هذايا لقينا انه اي مواطن ينجم يكون عنده انخراط في اي حزب خاطر عنده مرجعيه الفكريه لك الحزب هذاك ولكن مش بشرط هي يكون معناتها قيادي وهذا ما نجموش نثبتوه نجموش اي ناس ما عندناش الامكانيه فعليا باش نثبتوا انه المواطن هذاك عنده انخراط ولا ما عندوش. شنو اللي جينا قلنا اللي ما عندهمش الحق يكونوا في المحكمه الدستوريه هما ناس اللي قياديين في احزابهم قياديين مركزيين ولا جهويين ولا محليين ما يكونوش مؤسسين لأحزاب ما يكونوش ترشحوا على قائمات حزبية ولا ائتلافية سواء كان في الانتخابات الرئاسية أو في الانتخابات التشريعية أو في الانتخابات الجهوية وما يكونوش معناتها مناضلين في الأحزاب. هذوما الكل نحيناهم دونك باش يكون واحد عنده انخراط ولا ما عندوش دوتفانير احنا هكا ولا هكا ما عندناش الاثبات هذا يعني. ثم جمله اخرى للاسف تنحات لو كان بقات كنا باش نوافقوا على المقترح هذا اللي هي بالاضافه الى عدم تحمل مسؤوليه او الترشح في قائمه انتخابيه عدم المشاركه مشاركه فعليه في الحمله الانتخابيه لان يعني نجم يكون مش قيادي وشارك مشاركه فعليه ومش مرشح في قائمه ولكن هو ولد الحزب يدافع عن الحزب وقتاش يظهر هذا يظهر اكثريه في الحملات الانتخابيه. قال لك شكون باش يثبت فعاله ما معنى مشاركه فعاله ولا هذا لفظ معناتها يحتمل التاويل دونك تخلينا عليه على خاطر مثلا يقول لك واحد يحضر في اجتماع عام تاع حزب يولي كانه هو معناتها ناشط في حمله انتخابيه. دونك كيف فما لبس في المفهوم تخلينا عليه. اليوم نعاني جراء الخروقات الجسيمه اللي قامت بها اعضاء هذه الهيئه وكانوا شهود زور فمن باب الاحترام لهذه المحكمه ومن باب الاحترام للثوره ومن باب الاحترام للشعب التونسي هؤلاء مع كل الاحترامات اللي هم اخرى عندهم مكانتهم عندهم احترامهم عندهم تقديرهم لكن ما نجمش نأمنهم على مستقبل اولادنا لم يكن المجلس الدستوري رأي في المجالس في القوانين الانتخابية هذا ثابت بما يخص القوانين السابقة. فإن كان المغزى من هذا هو التشويه هذه مسألة ثانية. إن كان المغزى من الملاحظات أنه دار حقيقة النصوص القانونية في بلادنا واضحة وموجودة. إن كان المغزى الآن هو إقصاء يختفي حول مسائل أخرى هذه مسألة ثالثة. احنا في التوافقات مشينا انه ما فماش اقصاء للناس الكل، ما فماش اقصاء للمجلس الدستوري، وما فماش اقصاء للهيئه الوقتيه للمراقبه الدستوريه للقوانين، وهذا كنا اتفقنا عليه، ولكن وقت التصويت فما ناس ما انضبطتش للتصويت وما تعداش، وهذا جعلوا انه معناتها قلقنا شويه على خاطر احنا اذا كنا نتفقوا في لجنه توافقات باش نلتزموا بالاتفاقات هذيا. المشكله هنا من الاول مشينا فيها لكن ما بعدكش اليوم وعاودنا رجعنا الحق مشينا فيها ما يناش الخطوره نتاعها بداش لبسنا الخطوره بعد ما حكينا. جاء مقترح قال علاش نحرموه هما ما قعدوش برشا قعدوا عامين ولا ثلاث سنين نحرموه بورتو انا كنت ضد يعني حتى الموقف تاعي كنت ضد اما هما مشيو توجه العام تو بداو يتراجعوا احنا كنا ضد التيار الديمقراطي قلنا لا هذه لا سبيل اليه انهم يشاركوا كما اللي عندنا تويكا باش يدخلوا المحكمه الدستوريه اليوم. بعد ثلاث سنين مش نحاو اربعه او قعدوا ثلاث سنين لاربعه نزيد نجدد لهم مره اخرى مش منطق. هذوما قاعدوا ايش عام ثلاث سنين توا من اللي قاعدوا عامين واكثر من عامين كيف مش منطق. مادام القانون قال ما عندهمش حق يترشحوا فما عندهمش حق يترشحوا. اليوم جينا نحاو الشرط هذايا قال لك لا عندهم الحق يترشحوا وعلاش نحرموا فيهم
وعلى وجراء الكلام هذايا ولا سويت الكلام هذايا ايش باش يصير؟ باش يصير انه نعدلوا القانون اللي تم بمقتضاه احداث الهيئه الوقتيه لقبض السلطه القوانين والغاء هذا الشرط. شوف المجهود اللي باش نعملوه باش نسمحوا لهم باش يترشحوا. فما الناس تعتبر انه احنا القانون الاساسي بتاع الهيئه الوقتيه لمراقبه السلطه القوانين ينص انه الهيئه هذه هي ما عندهاش حق ترشح وهذا موجود فهو. ولكن القانون الاساسي نجم ينسخ قانون اساسي اخر. احنا مشينا في هذايا وقت اللي تحط المجلس الدستوري قلنا ابدا الناس اللي كانوا معنا بن علي وكانوا معنا يراقبوا زعما في الدستور خليناهم معنا والهيئه الوقتيه لا خلينا نحيوا هذايا الموانع الكل ونبداو من خاصه وانه عندهم تجربه واكسبيريونس الكل خليوا لهم بون. فما اللي يقول لك زاده هما ينجموا اذا كان وقع الطعن في هذا المشروع ينجموا هما يكونوا جوج تختي معناتها هما باش ينظروا في دونك نجموا نلقاو امكانيه انه نقولوا ما يتعرضش في ما يكونوش اعضاء في المده الاولى ينجموا يكونوا بعد في التبديل معناتها فما مازلنا باش ماهوش معناتها واضح بالبدا يمكن هالمقترح تنزيدوا ينضج ونناقشوا فيه ويمكن نلقاو حكي حاجه. 117 نعم، 6 مقاضين، 4 معترضين، 8 مصادق على الفصل 7 بعد تعديله ل 4 الأيام.